ساعدون ساعدون عايزك. يلا يا اولاد كوفي بريك. يلا 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 بره. الحمد لله انقذتني. انا كنت ايه الدخله دي؟ انا عارفها. مهمه جديده. اللي اتجوز جارتنا اللي في السابع دي حلوه ولا زي؟ والله انا كان ممكن اقول لك انها حلوه لو ما كنتش متجوز شيماء، بس انا جنب شيماء ما بشوفش اي واحده حلوه. ده انا جنب شيماء ببقى حلو. لا لا ساعدون، انا الفتره اللي قعدتها في المصحه غيرتني كتير، خلتني اعرف قيمه شيماء بجد. قيمه ايه وليله ايه؟ انا بخاف منها موت. يعني مش هتجوز الست جارتكم؟ اخرس. وقدرت تنطقها؟ عايزني انا اتجوز على شيماء؟ لا ساعدون، انا مستحيل اتجوز على شيماء مهما حصل. انا اقصى حاجه ممكن اعملها ان اخلي وسيم ما يتجوزهاش. شيماء؟ شيماء ايه؟ الست اللي في السابع ما يتجوزهاش. المدام انصرفت يا مستر، خد راحتك. شكرا. انت حمار؟ انا برضه اللي حمار. انت حمار؟ انت لما انت بتقول حاجات شيماء مراقبانه بره وانا عمال اغمز لك. الحمد لله. تصدق افتكرت ان انت قلت ده انت سرفلت منك ولا ايه ده؟ قول لي بقى، الست اللي في السابعه جاريتكو دي انسان بقى وحلوه ومزه كده ولا زي شيماء؟ حلوه الست دي. انا من رايي المتواضع انها تمتلك تلتين مزازه العالم. وتهاني تمتلك التلت الباقي. تهاني دي تلت جبنه قريش دي. المهم دلوقتي فكر معايا في فكره تخلينا نتعرف على الست دي. انا سامع حد بيقول فكره. جيت في وقتك يا زيكا. يلا شوف لنا حاجه بقى بره الصندوق تخلينا نتعرف على واحده. احنا هنجيب رجاله يعكسوها، انت تدافع عنها تبقى بطل في نظرها. محسومه. اقسم بالله كنت عارف ان انت هتقول القذاره دي. ايه القذارات دي يا اخي؟ حرام عليك، ده انت قديم ايه ده من الزمن، انت دفعه الاسكندر. ايه يا مازو انت عايز منه ايه يا مازو؟ هو الراجل ده ساحر لك؟ خلاص بقى ساعدون بقى، الراجل بيحاول يساعد. صراحة عنده حق. يعني بص يا زكريا، انا طوعتك في كل حاجة انت قلتها، بس الفكرة دي مش قديمة بقى. يا نهار، ده شارلي شابلن عملها يا عم. دي ما بتجليش، انا نفسي خطبت بيها 3 مرات. واتجوزت يعني؟ لا فسخت بعدين. مش هعملها يا زكريا، مش هعملها. فكروا لي الفكرة اعرف بيها الحاجات اللي بتحبها عشان اعرف ادخل لها.